الشاطر أنا، لأنه الشاطر بشطارته صار بالبلد، ولأنه الأهم نفهم كيف بيفكر الشاطر. مش مهم إذا كنت شاطر بجد، الأهم كيف بتتشاطر وكيف بتصير الأشياء بشطارتك. الشاطر أنا مع وليد بطراوي، من الأحد للخميس الساعة 7:40 صباحاً، 9:50 صباحاً، 2:15 ظهراً، 7:50 مساءً. في الصيف في عراس كتير، كل يوم والتاني جاييني كارت لي ولعقيلتي. هيك الناس متعودين يكتبوا فلان وعقيلته مش وعائلته، لأنه نوماً هنيئاً لأطفالكم. أنا لأني شاطر صرت أفرز العزايم، ومعياري في هذا العشاء. إذا كان في عشاء هيني رحت، إذا ما في عشاء والله مشغول أو أي ظرف طارئ أو كنت مسافر، يعني بطلع حجة. ولأنه العشاء مش للكل، يعني ما بروح في أول العرس، بروح يعني عند الساعة 10:30-11، كلها نص ساعة إلا والعشاء جاهز، باكل وبشرب، وبعدين بصير لازم نروح لأنه صغارنا نايمين هانيين في الدار. المشكلة في كل الموضوع إنه الشغلة بدها شطارة، كيف تعرف إنه في عشاء ولا ما فيش. الشاطر أنا مع وليد بطراوي، من الأحد للخميس الساعة 7:40 صباحاً، 9:50 صباحاً، 2:15 ظهراً، 7:50 مساءً.